اطلب لقاء معايا، حيت اطلب لقاء معايا شي واحد. واش بجي باش تتنعم؟ لا جيت، لا 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 لا، ما تطلقش المجموعه الوطنيه. لا درنا المستوى الوطني، درنا نفتحوا للناس، نفتحوا للاطارات، نفتحوا للمجتمع المدني. ماشي ضروري يدخل الحزب، بغيت ترشح يديروا في الاعلام ولكن ماشي ضروري يكون في الحزب. لان نفتحوا للمجتمع المدني، وخاصنا نعطيو المجتمع المدني دور حتى في على مستوى الحكومه في المقبل، في الحكومه المقبله خص تكون المجتمع المدني عنده حضور في تنتيب وزير ووزيرين. لان المجتمع المدني اصبح قوه داخل المغرب، وخصو يتطور الى ان افكاره في مجال البيئه، في مجال الحريات، في مجال كذا، خصو يكون مثل في الحكومات باش ندفع المجتمع الحداثي. هذه مساله اساسيه بالنسبه لنا. المساله الاخرى اللي كتضح ان الناس بحال ما مش معي لفه تلقى معهم الان. الملف ديالهم مساله كتبناه، طلبت من الاخوان اللي كانوا حاضرين باش يتبناو، طلبت من الجماعات وطلبت الجماعات يساعدوا الاخوان اللي كانوا في الحراك واللي تعتقلوا واللي كانت عندهم بعض المطالب اللي ممكن يحققوها في الجماعات. علاش لا؟ ونساعدوهم علاش لا؟ قلت بان باش مساعد نساعد ونعاونوا باش نخلقوا لهم نوع من الدعم. وهذه المساله عندي بها قناعه، المطالب ديالنا في الفرج على المعتقد ستستمر، حتى المطالب الاساسيه ديال الحزب. وقلناها المطالب الاساسيه ديال الحزب قلناها في الخطاب، مطالبه كاينه في الخطاب، ولقيتها في اللقاء، قلتها في اللقاء اللي كان في وزاره الداخليه بين وزير الداخليه برئاسه السيد رئيس الحكومه، عفوا اللي كان برئاسه الحكومه، مقر رئاسه الحكومه مع السيد رئيس الحكومه. أول اجتماع كان عندنا صنع الفريطة، ودرنا اجتماع في وزارة الداخلية، وطلبت من جديد الإفراج عن المعتقلين، حيت كنا في البرلمان في اللجنة البرلمانية، طلبت كذلك بحضور السيد وزير الداخلية للإفراج عن المعتقلين، وجينا لقاعة كبرى في جلسة عمومية كبرى، ودرناها في الخطاب اللي سمعتوه، درنا الإفراج، وما زلنا نطالب وسنظل نطالب. ليس ليس لا ليس لا ليس ليس كمزايدة كما كيقول البعض، بسبب لا اعتقد قناعة بها، ودرنا احدى اولوياتنا وسنظل نطالب بها حتى نصلوا للهدف ديالنا. للاراء فيما بيننا وللتعارف كذلك فيما بيننا، ولكذلك لتقديم رؤية والاتفاق على رؤية الانتخابات المقبلة. دعوت اخواننا الى استقطاب الشباب، الى اعطاء فرصة للشباب للمساهمة السياسية والمساهمة داخل المؤسسات ومن خلال القنوات الحزبية، وأنا أتمنى أن يشارك شباب الحسيمة في هذا في الاستحقاق المقبل. كذلك التقيت مع نساء الحزب، شباب الحزب، منتخبي الحزب، وتحدثنا كثيرا حول طبيعة المرشحين وطبيعة. أتمنى للحسيمة كل خير، أتمنى أنه المستقبل زاهر، وأتمنى أن يشاركنا الشباب في كل الخطوات التي ستقطعها في المستقبل، كما أتمنى أن يكون هناك انفراج يفرح مدينة الحسيمة أكثر ويعطيها تلك ذلك اللون البنفسجي الذي كنا دائما نبحث عنه في كل مكان. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.